скажуть відкритою, що фотографії зруйнованої Хіросімі саме нагадують мені абсолютно, абсолютно нагадують Бахмут і інші такі містечки. Абсолютно нічого живого немає, всі будівлі зруйновані. Зеленський وقع بلسانه في شر اعماله لما كان في المؤتمر اللي كان في اليابان، وقع وقال في الكلام دي اصبحت بخموت نسخه طبق الاصل متدمره زي هيروشيما، ونسي نسي ان الامريكان هما اللي دمروا وهما اللي دبروا موضوع هيروشيما وهما اللي دبروا موضوع بخموت. هو علشان كده كمان ماريا زخاروفا طلعت وعلقت عليه وقالت له بس انت نسيت تقول ان الاثنين سواء هيروشيما او بخموت كانت اساسها من تخطيط البيت الابيض. سلام عليكم واهلا وسهلا بحضراتكم. نتوقف هنا في اكتر من حاجة مهمة جدا في الفيديو ده عن الطائرات الاف 16 اللي امريكا والدول الغربية بيجروا على قدم وساق باسرع وقت علشان يسلموها الى اوكرانيا علشان كمان معركة الهجوم المضاد. وهل الطائرات دي هتحدث نوعا ما او هتحدث نقلة نوعية في الحرب؟ وهل خلاص فعلا موضوع بخمود ده انتهى؟ في اسئلة كتيرة جدا في المعركة عايزين نجاوب مع حضراتكم عليها. المهم خليني بس اوضح لحضراتكم حاجة، ودي بتثير علامات استفهام فعلا، ان ناس كتيرة بتتكلم على ان زيلينسكي وقت سقوط بخمود كان في اليابان، وده يا جماعة أمر مش معقول أبدا، ده شيء لا يصدقه عقل تماما. إزاي إنك أنت بلدك بتخوض أقوى معركة في الحرب دي كاملة وانت سايبها ورايح اليابان؟ بتعمل ايه في اليابان؟ قادة الدول السبعة دول يا جماعة هم اللي اصلا كانوا في اوروبا، هو كان لسه في اوروبا الاسبوع اللي فات، يعني انت كنت لسه في اوروبا الاسبوع اللي فات، وقبلها انت كنت مقابل بايدن، وبايدن جه لحد عندك كمان في اوكرانيا، انت بتروح اليابان تعمل، يعني حد يا جماعة يفهمنا هذا الشخص ساب وطنه ليه لما كان هرب؟ ملهاش معنى تاني، حد يقول لي هو راح يعمل ايه؟ راح عشان يتعاقد على صفقة جديدة، على صفقة أسلحة؟ ما انت كنت لسه في أوروبا وبتتعاقد على صفقات أسلحة. هو انت محتاج تروح تقابلهم اصلا عشان هم كده كده بيجيبوا لك الاسلحه وكده كده بيوردوا لك الفلوس؟ ما كانش عندك اي عذر خالص انك انت تسيب بلدك. زهقتش يا جماعه؟ ده انا اليوتيوبر اللي هو بعمل فيديوهات على اليوتيوب، ما عنديش الوقت ان انا كل يوم اشوف صحابي، لان انا يوميا شغال في الفيديوهات دي وبعمل الفيديوهات ديت. فانت بقى رئيس دوله وفي اكبر حرب وفي حرب كبيره وعندك الوقت انك انت كنت لسه معاهم في اوروبا وتروح تقابلهم في اليابان؟ شيء بجد فعلا. لو حد من حضراتكم مؤيد للرئيس الاوكراني اهو بقولها اهو، الرئيس الاوكراني زيلينسكي، قول لي حضرتك انت شايف وجهه نظر ايه ان هو عمال يلف اللفات دي؟ كان لازمته ايه اصلا وجوده في جامعه الدول العربيه في مؤتمر الدول العربيه؟ ولا له اي لازمه لما كان في مؤتمر الدول العربية ولا حد قعد معاه خالص؟ ده حتى كمان لما كان في اليابان، انا مش بشن هجمة عليه ولكن بوضح لحضرتك، كان المفروض ان هو يقابل الرئيس البرازيلي، ولكن بقى ايه، هو واخد على خاطره من رئيس البرازيل دي سيلفا. ليه؟ علشان علاقة البرازيل بروسيا علاقة قوية اقتصاديا. هي روسيا ليها علاقات قوية على فكرة مع دول امريكا الجنوبية دبلوماسيا واقتصاديا، فهو راح مطنش. وهل هو طنش بمزاجه؟ لا طبعا. وفي نفس الوقت برضو اوكرانيا لحد اللحظة دي يا جماعة بتؤكد مرارا وتكرارا ان معركة بخمود دي لازالت دائرة. هل المعركة بخمود لازالت دائرة؟ فعلا معركة بخمود من خارج بخمود شديدة جدا وقوية جدا لحد الوقت. طبعا اوكرانيا هي ملهاش اي قدم دلوقتي في بخمود، ولكن هي بتحاول انها بتراهن. هما بيلعبوا دلوقتي يا جماعة لعبة قمار على كل المستويات، سواء اوكرانيا بتلعب لعبة قمار او الدول الغربية برضو بتلعب لعبة قمار. ازاي؟ علشان كده انا كاتبها لأمام حضراتكم المقامر. اوكرانيا بتقامر على انها تثبت انها ليها رجل في بخمود على امل انها تعرف تحط ليها قوات تاني داخل بخمود. ولكن دلوقتي اوكرانيا والجيش الاوكراني ما عادش بنفس التحصينات اللي كان واخدها داخل بخمود، فبالتالي سهولة ضرب القوات الاوكرانية اكتر، الا لو ان اوكرانيا مكثفة بعدد الجنود وعدد الجيش اللي بيعمل هجمات علشان يدخل في بخمود. طبعا زي ما قلت لحضراتكم ان سقوط بخمود ليها تأثير معنوي كبير قوي. Смотрел!
ليه الغرب بيضغط على أوكرانيا وبيضغطوا على زيلينسكي بالشكل الكبير ده علشان الهجوم المضاد، وليه بيضغطوا على زيلينسكي علشان بخمود دي ما ينفعش إنها تقع بالنسبة لهم. أول حاجة، الغرب سواء أوروبا أو دول الغرب، أمريكا، دول الغربية كلها دافعين مبالغ كبيرة، مليارات طائلة علشان أوكرانيا. فمعنى إن روسيا عمالة بتتقدم حتى لو تقدم بطيء وأوكرانيا ما بتحرسش أي تقدم، فده ضغط كبير جدا من الشارع الأمريكي والشارع الأوروبي على الرؤساء والزعماء بتاعت الدول دي، ضغط من كل المستويات. الشعب الأوروبي عندنا متضايق جدا من زيادة ضرائب، زيادة أسعار الطاقة، أصلا متضايق من الأوكران. تفكرك إن المواطن الأوكراني اللي راح ده راح هنى أو راح خلى المواطن في راحة، ولا خلى الجنسيات التانية اللي في أوروبا في راحة؟ الجنسيات التانية اللي كانوا في أوروبا اللاجئين، زي بغض النظر بدون ما أذكر أي جنسيات أخرى، كانوا ليهم معاملة خاصة. الأوكراني لما راح في الدولة الأوروبية دي أخد مكان اللاجئ القديم، واللاجئ القديم حدفوه بعيد وما عادش واخد نفس الاهتمام زي الأول. ليه؟ علشان الأوكراني بالنسبة للأوروبي زيه، عينيه خضرة وشعره أصفر وبيضاني زيه، ما هوش من دول الشرق الأوسط اللي هنا طبعا فيه تفرقة عرقية موجودة. يعني انتوا عندكم دلوقتي أوروبا النهاردة لما بتلاقي ان الروس عمالة تتقدم، فده بيشكل ضغط كبير عليهم. الحاجة التانية، موسم الانتخابات في دول عدة أوروبية وأمريكا جايين عليها الفترة اللي جاية. طيب افرض بقى روسيا كسبت، الأحزاب المنافسة أو اللي داخلين انتخابات رئاسة، الشخصيات المنافسة اللي هيدخلوا أمام الدول الأوروبية أو أمام أمريكا، يعني مثلا في أمريكا أي حد تاني هيدخل قدام بايدن، لو روسيا فازت في المعركة دي تماما، وما اعتقدش ان أصلا أوكرانيا هتغلب وهتهزم في المعركة دي، بايدن هيواجه مشاكل كبيرة جدا وانتقادات كبيرة جدا. انت خليتنا في مشاكل كتيرة اقتصاديا، سقف عليناه من 31.8 وانت كمان بتطالب ان احنا نعلي السقف، عمال بتدفع لأوكرانيا، فده كله عمال بيضغط على أوكرانيا علشان لازم ان هم يعملوا هجوم مضاد. وخدوا بالكم، بأكدها لحضراتكم يا جماعة، ان الهجوم المضاد ده هيبقى انتحار جماعي للجيش والقوات الأوكرانية تماما. اللي هيحصل من الأوكران هيبقى انتحار جماعي. علشان كده وهو عنوان الفيديو، ليه أمريكا بالذات مصرة دلوقتي وغيرت رأيها انها تدخل الطائرات F-16؟ اشمعنى بايدن بعد ما كان رافض موضوع الطائرات F-16 دلوقتي اصبح ان هو عاوز يدخل الطائرات F-16؟ الموضوع ده لأكتر من حاجة وحولها لك كده في عجالة وببساطة. أول حاجة، أمريكا لمست الخطر الكبير في المعركة دي بعد سقوط بخمود، لأن أصبح دلوقتي فاضل كراماتورسك وسلوفيانسك بس. لا طبعا، البلدتين دولت هم أكبر تحصينات تانية ممكن يقعوا، لو وقعوا بعد كده هيبقى المجال مش مفتوح على البحري، ولكن الجيش الروسي تقدمه هيبقى أسرع بكتير من البداية. يعني بخمود، كراماتورسك، سلوفيانسك وبخمود هي أقواهم، وقعهم بيمثل تقدم أسرع لقوات الروسية داخل العمق الأوكراني. الحاجة التانية، فاكرين يا جماعة موضوع صاروخ كينجال لما ضرب في قلب كييف وأطلق على الصاروخ ده 38 صاروخ باتريوت؟ 38 صاروخ باتريوت قيمتهم بتتعدى $95 مليون. تخيل ان 95 مليون دولار من سلاح أمريكي قعدوا يضربوا في صاروخ كينجال علشان يصبوه واتهدروا على الأرض، وبرضو بطارية من بطاريات باتريوت اتدمرت واتضربت. ودي مثلت فضيحة كبيرة جدا في السوق السلاح العالمي كله، لان دلوقتي اصبح ان الصاروخ الروسي ضرب محطة اللي بتفتخر بيها امريكا، الصواريخ الباتريوت بتاعتها. فالنهاردة امريكا عايزة ترد الصعصع عين للروس، عايزين يبعتوا طيارات بتاعتهم عشان متخيلين ان الطيارة F-16 الامريكية، هم عايزين ان الطيارة الامريكية دي تضرب محطات الصواريخ الدفاع الجوي الروسية، ويبقى الامريكان ردوها للروس. طبعا، بس السؤال هنا بقى اللي بيطرح نفسه، هل فعلا الطائرات F-16 هتحقق تقدم نوعي في المعركة دي؟ هل الطائرات دي يا جماعة هتحدث فرق؟ اول حاجة،
عدد الطيارين اللي هيتدربوا على الطيارة دي قد ايه؟ هو في طيارين اوكران اصلا؟ هو اللي فاضل من الطيارين في طيارين اوكران؟ انت يا جماعة الطيار الفايتر ده بيتنقع على الفرازة، على الفرازة، طيار القاذفات غير طيار الهليكوبتر غير طيار الطائرة المقاتلة، انتوا هتركوا اضرب كده كمان، طيار الطائرة المقاتلة ده بيتنقع على الفرازة، معظم الطيارين بتوع الطائرات المقاتلة الاوكران ماتوا، ماتوا في الحرب، طياراتهم اتدمرت تماما. الحاجة التانية، عدد الطيارات الاف 16 اللي هتروح لاوكرانيا كام؟ يعني انت هو انت مجرد انك هتبعت 5-6 طيارات متخيل ان الخمس ست طيارات دولت هيعملوا نقلة؟ لا ده انت لازم تبعت كذا سرب علشان يبقى انت كده حسيت ان انت بتعمل نوعا ما اختلاف. والحاجة التالتة، نوعية السواريخ اللي هتتحط في الطيارات دي، ما هو الطيارة الاف 16 بتشيل انواع مختلفة من السلاح، فايه السلاح اللي امريكا واوروبا هيدوه الى اوكران علشان يستخدموه؟ والنقطة الرابعة، هل الطيارات الاف 16 دي قادرة على مواجهة انظمة الدفاع الجوي الروسية زي الاس 300 والاس 400؟ هل هي قادرة على مواجهة طائرات زي الطيارة السخوي 35؟ ده برضو سؤال. والحاجة المهم والاهم، الطيارات دي هتطلع منين؟ لكل المطارات اللي في اوكرانيا اتضربت على بكرة ابيها، ما عادش فاضل في مطار يعني الطيارات دي هتطلع منين؟ الا بقى لو هتطلع من مكان من غرب اوكرانيا وهيتم انشاء مطارات او بيتم انشاء مطارات، ولكن الاقمار الصناعية الروسية ما اعتقدش انها غافلة عن الموضوع ده، الا لو الطيارة دي هتطلع من بولندا، واي طيارة مقاتلة هتطلع من بولندا ده شأن بقى له معاني كبيرة جدا. الحقيقة يا جماعة ان بصراحة الطائرات الاف 16 دي انا في تصوري الشخصي اوكرانيا ما عندهاش القدر الكافي من الطيارين نهائي ان هم يكون عندهم المهارة الكافية بالتدريب والقتال على الطائرة دي، لان مش مجرد ما طيار فايتر بيتدرب على طيارة اف 16 اصبح انه مؤهل ان هو يدخل في حرب. يعني مثلا مش معنى انك انت بقيت بتعرف تسوق عربية وتعلمت قيادة العربية وانت لسه مبتدئ، فمش معنى انك انت بقيت بتعرف تسوق عربية انك انت تدخل سباق، مش كده ولا مش هتدخل فورميلا 1 وانت اساسا لسه واخد الرخصة. فنفس الشيء انا في تصوري الشخصي ان من الوارد ان الغرب ان هم يستعينوا بطيارين غير اوكرانيين ويدخلوا الحرب دي، ومن الوارد جدا ان الطائرات الاف 16 هتكون في سبب مواجهة مباشرة ما بين روسيا والدول الغربية بشكل مباشر، خاصة ان النهاردة السفير الروسي من امريكا اعلن وقال ان لو طيارة اف 16 ضربت الكرم فهي بتضرب العمق الروسي. اتمنى المعلومات البسيطة تكون نالت اعجاب حضراتكم، وبشكركم جدا على المشاهدة. ما ننساش الدعم باللايك، ولو اول مرة تشوفني تشرف وتنور بالاشتراك في القناة. سلام عليكم.